البسام ونرسم حضارة ومدن وبرك حمام وأمان. لو جيت في يوم أرسمك أرسم أمل بسام ونرسم حضارة ومدن وبرك حمام وأمان. النوبة هي العمق الحقيقي لعلاقات مصر بشعوب وادي النيل، العلاقات المبنية على المصاهرة والعادات والتقاليد المشتركة والغنى. والغنى في النوبة المصرية بيوحده السلم الموسيقي الخماسي، وإن كان بيختلف في الإيقاع حسب اللغة، فادكي ولا كنزي. ولما نقول فادكي يبقى بنقول أشهر إيقاع عندهم الكومباك، وأسماء فنانين كبار عبدالله باطة والسيد جاير ومحي الدين شريف ودهب كبارة وفكر الكاشف وأحمد منيب وحمزة علاء الدين. ولما نقول كنوز فاحنا بنتكلم عن إيقاع الهولي هولي وصدق أحمد سليم ومحمد حمام وعز الدين وحسن عبد العزيز ورمضان أحمد. ومن الآلات النوبية القديمة الطنبور، آلة وترية تتصنع من المواد البسيطة، خشب عشان صندوق الصوت بيتشد عليه جلد جمل، والعمودين من الصنط، في الحجم هي أكبر من السمسمية وبتعتبر الأب الروحي ليها. الفرق إن الطنبور له حوايا والسمسمية ليها مفاتيح. الطنبور محتفظ بعدد أوتاره الخمسة زي ما هي، لكن السمسمية وصل عدد أوتارها في بعض الأماكن لخمسة وعشرين وتر. ومع إن الطنبور ما عادش بيستخدم في الأغاني النوبية وتم استبداله بالعود، لكن عم أحمد عبد الماجد لحد النهاردة بيصنعه وبيدرس العزف عليه للأجيال الجديدة. كان عندي 10-15 سنة كده، كنت بروح أقعد مع واحد راجل يعني في نفس الجزيرة هنا في هيصة، هو بيعزف ازاي وكده. مرة في مرة هو قال لي خد درب كده شوف. قعدت أمسك الطنبور وأعزف، راح عملها لي واحدة ليا، بقيت أعزف بقى تعود على عزفي. هو أهم حاجة اليد ده، أعلم عليه. اتعلمت وبعدين شاركنا في فرقة نوبية زمان، وزمان عندنا سيادتك أستاذ أحمد ما كانش في مسارح، كان يجيبوا 3 دكك كده، الفنان يقعد في نص الدكه والدكتين دول الكورس بيقعد يرد، وهنا في النص بقى كان في نفرين بيغيروا بعض دور بيرقصوا رقصه نوبيه رقصه معينه برضه، والكورس شغال الفنان بيغني والكورس يرد وراه. كان كده زمان، كان الكورس عباره عن الجمهور كله اللي موجود، كله كان بيرد. هو ده بالنسبه للكنوز. والفجيتشات زمان كان يقفوا كده زي مغزى طابور كده صف اسمها العراقيد، كان بيغنوا فجيتشة بقى ويغيروا بعض في العراقيد، والفنان يقول بالدف، وفي طنبور اللي يرد بقى اللي واقفين كله. وده بيلعب ايه؟ مقامات ايه؟ راست مثلا؟ الكنزي اغاني بتاع بورسعيد برضو، بيقول يا بيوت السويس والحاجات دي يعني بتاع اسماعيليه وكده الكنزي. والفجيتشة طبعا بيغني سوداني على نوبة فجيتشة. طب ليه الطنبور اختفى من الفرق المزيكا النوبية اللي شغالة دلوقتي؟ عشان الأورج، في نغم الطنبور في الأورج نفسه، الكيبورد، الأورج اللي بيعزف الفنانين دول في نغمة دي يعني. يعني مثلا واحد زي أستاذ محمد منير في أغاني كلمات بالطنبور، لا يجيبه في الأورج بقى بدل ما يودي الطنبور ولا يعزف. فهدات العود والطنبور اللي ضيعوا، العود والأورج اللي ضيعوا نسبة الطنبور دلوقتي.
كان موجود لحد سنة كاملة ايه عادي في الفرقة دلوقتي؟ هو لغاية سبعينات. السبعينات؟ سبعينات بيجي ايه فرق ظهرت ولا أورج ولا عود ولا كانون ودي حاجات دي جيتار ودي، فالطنبور محدش كان بيفتكر فيه. فأنا كمان لما بنازف كنا بنازف في البيت، الزباين أجانب يحتموا بالعالة دي، هم زي ما بيقول بيروح في المعابد عندنا بيشوفوه مرسوم الطنبور في المعابد، عندنا في فيلة برضو مرسوم. ابويا يبقى ابن خاله وامي بنت خالته، فطبعا انا صغير في اولى ابتدائي تانية ابتدائي كان بيجي لنا البيت، فتاثرت بيه فاشوف التلفزيون حطيته زي مثل اعلى ليا من الطفوله، فبقيت احب اغني له من الصغر. جت ازاي بقى المزيكا النوبيه؟ الجماعه الكنوز ماخدين الجنب الضفه الغربيه اللي من غرب النيل، هتبتديها من اول اسنا شراونا كل الغرب النيل ده كلها منطقه الكنوز. الفجكه اختاروا هم الضفه اللي هي الشرقيه، يعني هتلاقي حتى نصر النوبه التهجير كله من اليمين. الفجكه تعتمد على اللي هي السلم الخماسي اللي احنا مرتبطين ارتباط مع السودان، لان احنا يعتبر جزء واحد. ايه الفرق ما بين الدف النوبي مبدئيا والدف العربي؟ يعني الدف آلة مستخدمه وكثير قوي في اسوان، والطار برضو اللي هو الكبير بتاع الستات ده نفس المدرسه. اولا الدف على فكره موجود من ايام الاسلام، لو تفتكر انت لما كان الرسول لما هاجر من مكه للمدينه طلع البدر علينا كان بيتعزف بالدفوف. فمن هنا لان الدف آلة طبيعيه، دي الاطار ده الدايره دي بتبقى خشب وهو ده صناعي. انا بتكلم على الدف الطبيعي، التاني بيكون مشدود بجلد، جلد الماعز او جلد خروف بتشد عادي. الايقاعات بقى بتفرق في ايه، في اللي هو النوبي بيبقى زي كده السوداني زي كده مثلا، كده زي شفت انت السيره والجماعه البشريه والبابته زي كده. كمان يعني دخل العود وبقى كتير وبقى لين العود ده بقى ليه قصه جميله. العود على فكره هو يعتبر ابن الطنبور. عازفين العود طبعا في الفن النوبي حمزه علاء الدين واحمد منيب وحج فكر الكاشف وحج دهب ناس كثيره، دول اساتذه العود. آلة العود كان بيدرس كمان حمزه علاء الدين. حمزه علاء الدين اصلا سافر بره عمل الدكتوراه في المزيكا خاصه في آلة العود، ودرس هناك، كان دكتور هناك في فرنسا وفي ألمانيا وفي أسبانيا وفي اليابان. والوحيد الفنان النوبي الوحيد اللي أضاف العود، طبعا خمس أوتار، الوحيد اللي أضاف الوتر السادس اللي هو تحس إن العود بيتكلم أو بيغني مش مزيكا، وتحس برضو إن في أكن في إيقاع معاه لمسة الوتر السادس ده. احنا لو مرتنا دينا نجري على اصغرنا فينا من ورا الليل والمعابد والكنائس والمساجد، تحضنينا وتحكي لينا تصغر الدنيا في عينينا وانت
انتي يا الشمعة هي جيدة في قلبنا، يا عروس الليل تعيشي يا مصرنا.